جوتن تاج، من الاسئله المهمه جدا اللي بتجيلي في خصوص امتحانات مع جوتا، هل دلوقتي انا في نهايه كل مستوى مضطر ان انا اعمل امتحان؟ الاجابه لا، انت بتطلع وبتفوت زي عند شحات اكاديمي مثلا، بتفوت من الاينت للاتس فاي، من الاتس فاي للباينس، بناء على امتحان داخلي احنا بنعقده داخل الاكاديميه، وكل المعاهد تقريبا بتعمل كده عشان تضمن ان انت وصلت المستوى اللي يؤهلك انك تطلع باقي المستوى. طبعا مش هقول لك روح اعمل امتحان رسمي مع جوتا، الامتحان بفلوس، الامتحان بفلوس وبيكلفك فلوس، فانت ما تعملوش الا لحد ما توصل للمستوى اللي انت عايز تجري الامتحان فيه. طبعا زي ما اتفقنا امتحان الاينس بيحتاجه اللي هيعمل لم شمل في المانيا، ما زال بيطلبوه في السفارات، بالاضافه الى جليسه الاطفال اللي هي هتقدم مثلا على اوبير ميتشن بتحتاج ان هيكون معاها اينس. طيب شهاده الاتس فاي تقريبا مش مطلوبه، يعني ما فيش حاجه شفتها بيطلبوا فيها الاتس فاي، بس طبعا الاتس فاي احسن من الاينس، اقل شويه من باينس بس ايه افضل. طب شهاده الباينس بيطلبوها مين؟ بيطلبوها السفارات للي راح يدرس في المانيا او اللي راح يقدم على وظيفه جوب سيكر، اللي هو راح يدور على فيزا بحث عن عمل. البيتس فاي طبعا بتقرب من متطلبات الجامعات، بالاضافه الى الدكاتره اللي هم يروحوا هناك يشتغلوا وعايزين يعملوا الابروباتسيون، تصريح من وزاره المهنه، فمطلوب منهم بيتس فاي.